العوضي في قناة الأهلي، كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها ابعتوا للكابتن خالد العوضي كل الأسئلة. أنا عارف إن عندي أسئلة كتيرة جدا هسأل كابتن خالد، ولكن بما إننا هنتكلم عن أبطال اليد يا كابتن خالد، أو هنبدأ بأبطال اليد، خليني أرحب بمستر ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الأهلي في كرة اليد رجال. أولا أنا برحب بيك جدا على شاشة قناة النادي الأهلي مستر ديفيد. ثانيا أنا آسف جدا إن احنا اتأخرنا، ولكن أنا عارف إن أنت بتنام بدري يعني، فبنعتذر لحضرتك، وألف ألف مبروك فوزك مع النادي الأهلي بثلاث بطولات وتحقيق موسم استثنائي مع كرة اليد. شكرا، مساء الفل. نمت ولا لسه؟ لقد كان موسما ناجحا منذ قدومنا وحتى النهاية، أو منذ قدومنا في نهاية شهر أكتوبر، والحديث مع كابتن خالد العوضي قد كانت مفاوضات مثمرة وناجحة منذ اللحظة الأولى التي تحدث معي فيها، وحتى نهاية المفاوضات في نهاية أكتوبر. هو شخص رائع للغاية ولديه تصميم ولديه رؤية وإلى أين يتجه، ولقد كان بالحق فعلا على الرغم من أننا عملنا نصف موسم معا، ولكنه كان موسما رائعا ولديه مشروع رياضي كبير وواضح، ولقد حققنا النصف الأول من العام بنجاح كبير، ولكن أمامنا تحديات كبيرة لكي نحققها. أولا عايز أعرف منك أبرز الصعوبات اللي واجهتها هذا الموسم وكيف تم التغلب عليها. الحديث عن الصعوبات هي موجودة دائما في الرياضة بشكل عام، ولكن عندما تأتي على فريق في مصر مثل النادي الأهلي فلن أستطيع أن أحصي عدد الصعوبات التي نواجهها، لأننا نتحدث عن فريق ينافس على كل الألقاب. الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق، الأمور دائما صعبة، عليك دائما أن تتأقلم على الأجواء، وبشكل خاص عندما تأتي إلى الفريق في منتصف الموسم، والنادي أيضا يتأقلم على طريقة تفكيري وأسلوب لعبي، لأن الأجواء تختلف في أوروبا عن مصر هنا وفي إفريقيا، ولهذا جئنا إلى هنا من أجل هناك نوع من الترابط والتواصل حدث، وكان علينا أن نعمل بجد. وأستطيع أن أقول أن هذا الموسم الأول صار بشكل جيد للغاية، الأمور سالت بشكل جيد، ولهذا وبالنظر لما تحققنا في هذا الوقت القصير أستطيع القول أننا حققنا الكثير. الحديث مع كابتن خالد العوضي لم ينقطع كيف تسير الأمور، هو دائما يتواصل معنا ويسأل دائما عما نحتاجه، طلبت منه الكثير، وهو في كل الأوقات كان يلبي احتياجاتنا. هناك بعض الأشياء التي نتحدث عنها ونطلبها، ولقد كان قال لي قبل أن آتي إلى القاهرة، عندما تأتي ستمتلك مفاتيح الفريق وأنت كل شيء تحت سيطرتك وتحت أمرك، إذا كانت هناك أي مشكلة اتصل بي وسأحلها لك على الفور. هو شخص يتحلى بالمسؤولية الكبيرة، العمل معه عن قرب عمل ممتع للغاية، لأنه شخص يتحلى بالمسؤولية ويعرف واجباته جيدا، ولكن بشكل عام مع مرور الوقت رأينا أن الأمور سارت بشكل جيد، لم تكن هناك أمور جنونية ولم تكن هناك ثورة داخل الفريق، استطعنا أن بالأدوات المتاحة لنا أن نحقق الأهداف المطلوبة بشكل عام. نعرف جيدا طريقنا وأين نذهب، ولكن مع الحديث معه واتباع تعليماته
بشكل عام وعن ثقافة الفريق الأمور دائما تكون سهلة بالنسبة لي، والعمل معه أمر ممتع للغاية، ولكني سعيد بما حققناه حتى الآن. كابتن خالد هيسألك بقى، مش أنا بره اللعبة دلوقتي، اتفضل يا كابتن خالد. أنا عايز أقول حاجة طبعا، يعني بجد بشكره جدا جدا، وبقول لك شكرا جدا. أنا عارف أنت تعبت إزاي واستحمل كتير إزاي، وهو فعلا هو اللي عجبني فيه جدا، هو بيقول عليا شخص مصابر ومتعاون، لا هو متعاون أكتر، هو عنده الطموح عالي جدا جدا جدا. أيوة. وانا عارف ان هو لما جه احنا قعدنا، بس دي كانت قاعده بيني وبينه مش قادر اقول على الهوا، هو قال لي التارجت بتاع النادي ايه، هو عارف التارجت ايه، حافظه، هو ما شاء الله انا عارف ان هو ماشي بخطوه ثابته جدا جدا جدا، هو المسؤول عن الفرقه. بس هو عنده حاجه مهمه هقولها للناس، يعني بيني وبينه بضحكه، هو عارف هو هيضحك ازاي. هو لما جه مصر قال لي بص انا ليه حاجتين بتوعي والباقي بتوعكم، رقم واحد اوضه اللبس دي بتاعتنا، شهد ثاني طب طبعا طبعا يعني رقم اثنين الملعب، الملعب بتاعنا. لا طب هو لا 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 لا, 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 لا ثانيه واحده، هو هيضحك، هو انا عارف الملعب بتاعنا، الملعب بتاعي ما حدش يخش لي مع لعيبتي، يعني بص قافل الباب 24 ساعه بتاعي. كويس. فقلت له ماشي يا كوتش. فمره رحت الملعب، بيني وبينك انا نسيت بصراحه، فدخلت الملعب لقيته هو بص هو مؤدب جدا جدا ولا حاجه، ما علقش، كلمني يوميها، بص كلمني يوميها بالليل في التليفون، قال لي كابتن خالد انت دخلت الملعب استاذن مني. قلت له صح. والله بشكره جدا جدا جدا، بتمنى له التوفيق، عنده مهمه كبيره، الناس كلها حاطه امل عليه تماما بعد 3 سنين 4 سنين خساره. الناس فعلا هو ساعد ناس كتيره جدا جدا، ولادنا ما شاء الله عليهم رجاله، بقول له احنا عندنا مسؤوليه كبيره جدا. الناس النهارده بتقول لنا، وهو عارف ده تارجت بقولها قدام الناس علني، موضوع كاس العالم او كاس العالم ده بص مش تارجت، هو ان شاء الله ان شاء الله هو قدها، انا عارف هو رجالته، وبقول للناس يعني انتظروا من فرق الهاندبول، انا عارف طموح عالي جدا جدا. أيوة. لكن هو قد الطموح، هو ولاعيبته وجهازه والاستاف بتاعه، واحنا كل حاجه هو هيقولها احنا ننفذها له. اظن هو على الهوا مستر ديفيد، يعني اللي انت عايزه دلوقتي قوله، يعني مش على الهوا طبعا. طيب بالطبع هو يحب الأهلي وهذا واضح، وبالطبع كابتن بيبو أيضا بصفته شخص أسطورة في الرياضة يعرف أيضا أهمية ما نتحدث عنه، وأنا أيضا أتحدث بنفس الشغف، سنقاتل على كل ألقاب والسكينة على رقبتنا، أنا أعرف هذا لأننا في الأهلي. وبالطبع بطولة السوبر جلوب هي بطولة ممتعة ورائعة للغاية، لأنك تتحدث عن أفضل الأندية في العالم، ولكننا نحن الأهلي وسنقاتل على اللقب، وسنرى إلى أين سنصل في هذه البطولة، ولكننا ما يمكن أن نوعدكم به هو أننا سنبذل قصارى جهدنا وسنرى ماذا سيحدث في الموسم المقبل. الكل ينتظر، أو كل جمهور النادي الأهلي ينتظر المشاركة في بطولة كأس العالم، لسه كنا بنتكلم في هذا الأمر، ولكن لو حبيت تقول لنا الاستراتيجية العامة، مش عايزين حاجات يعني إيه، لكن الاستراتيجية العامة لما هو قادم، سواء المشاركة في السوبر جلوب أو الدوري والكاس وأفريقيا، وأفريقيا والسوبر، حاجات كتيرة جدا جدا، الاستراتيجية العامة للفرقة في ظل أن أنت كان هناك بعض الأسماء اللي هتخرج من الفريق، أو هي خرجت بالفعل، كلها أسماء كبيرة جدا ولهم كل الاحترام والتقدير، وهل من الممكن أن نرى أسماء جديدة؟ ملف المحترفين ده هتكلم فيه أيضا مع الكابتن خالد، ولو حبيت تقول لنا الاستراتيجية العامة في هذا الأمر. لا يمكنني الحديث كثيرا لأنني لم أبدأ بعد في العمل في مع الفريق بالنسبة فيما يتعلق بالموسم المقبل، لأن هناك أمور تغيرت وهناك أمور ستتغير في الأشهر القادمة، هناك لاعبين خرجت، وبالطبع هناك لاعبين ستأتي إلى الفريق منذ اليوم الأول لي. نعم كان هناك لاعبين في الفريق، ولكن في الوضع الحالي نحن نتحدث عن هيكلة وتغيير في الفريق، بالطبع سيكون هناك عمل أكبر وهناك سيكون تعاون أكبر مع جميع اللاعبين،
لا يمكنني، ليست هناك استراتيجية واضحة في الوقت الحالي، لأننا في وقت مبكر من الحديث عن الموسم. اللاعبون لم يبدأوا بعد فترة الإعداد للموسم، ولكني أتطلع للعمل في أقرب وقت مع الفريق في أقرب وقت ممكن. بالطبع سيكون هناك اجتماع مع كابتن خالد العواضي وكابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز في كرة اليد عندما آتي إلى القاهرة للحديث عن كل هذه الأمور، الحديث عن الأمور المهمة الاستراتيجية الأهم والعامة في بالنسبة للفريق. يجب، ولكن الإطار العام هو التركيز على ما سنحققه، ومنذ هذه اللحظة سنبدأ على العمل فيما هو قادم. هناك بطولات كبيرة قادمة، سنعمل على تقوية الفريق وعلى أن يظهر الفريق بأفضل صورة ممكنة، ولكن منذ اللحظة الأولى التي سآتي فيها إلى القاهرة سنبدأ في العمل على الفور. من المبكر الحديث عن ما سنفعله أو عن اللاعبين الذين سنستخدمهم أو عدد اللاعبين. وهيجي امتى القاهرة ان شاء الله؟ في غضون اسبوع تقريبا. طيب تيجي بالسلامة. اخيرا عشان برضو ما نعرف ان انت عربي، خلي بالك. يعني نعم بتكلم عربي. بتكلم عربي؟ بتكلم عربي كويس، اسأله. بتكلم عربي؟ شوية 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 شوية. أفهم القليل من الكلمات العربية، ليست الكثيرة. طيب أخيرا الأجواء في مصر، أنا عايز حاجتين منك. الأجواء في مصر عاملة إزاي بالنسبة لك؟ يعني أنا بشوف أن مصر قريبة من يعني أوي. أسبانيا ومصر بحكم أن هو جه قبل كده برضه يا كابتن إسلام، يعني هو جه قعد سنتين في مصر. هو دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة له، يعني على المنتخب. هو بص ما شاء الله، هو لما جه أول مرة، يعني لما جه السنة دي جه شاف على طول، عارف سكادول هسكن فين، هقعد فين، هعمل ايه. هو عامل كل حاجه. بص عامل الهوم ورك بتاعه كويس قوي، وده ما شاء الله عليه بصراحه. بص بيضحك ازاي. لا لا ما شاء الله عليه بصراحه، يا جد بجد بشكره جدا جدا، وبقول له بتمنى له التوفيق، لان المهمه بقت صعبه. هو قال كلمه مهمه، اصعب كتير، السكينه عقبتنا، دي حقيقه. هو عايز يسعد الجمهور، بس بتكلم بالذيابه عنه. هو عايز يسعد الجمهور الاهلي. هو شاف قيمه وعظمه جمهور النادي الاهلي في الطريق وهو ماشي في الشارع. هو دايما طبعا هو بيتمشى كتير، خلي بالك هو مش من نوع هو بيركب، برضه بيتمشى كتير، فشاف عظمه جمهور النادي الاهلي. التفاعل اللي حصل معاه. أيوه. وده شيء مهم بالنسبه له. فشاف الناس، بص مش هقول لك شاف الاقل وشاف الكبير وشاف كل حاجه. وفاهم الموضوع كويس جدا. اوكي، هو سعاده الجمهور ده بالنسبه له هو اهم حاجه. رسالتك بقى للجمهور مباشره، طبعا نروح لرسالتك لجمهور النادي الاهلي خلال الموسم اللي جاي، اللي هيبقى وجهه نظري ان هو هيبقى اصعب كتير من هذا الموسم. بالطبع بالطبع. الموسم القادم سيكون أصعب بكثير، لأن الجميع سيستعد بكل قوة مثلما سنستعد نحن. وبالطبع لأننا فزنا بالدوري والكأس، ونحن الفريق الذي سيحاول الجميع أن يتغلب عليه، لأننا بطل الدوري وبطل الكأس. علينا الاستعداد بطريقة أفضل بكثير. يجب أن نلعب بجدية أكثر وأن نكون أكثر تنظيما، ولكن سنخوض الجميع المباريات بنفس الطموح ونفس الاستعداد. وأعتقد أنه بالنسبة لي أعرف الأجواء في القاهرة، لأنني جئت إلى القاهرة من قبل عندما كنت مع المنتخب. أعرف كيف تفكر الجماهير. الشعب في مصر شعب طيب للغاية وودود. أشياء كثيرة تحدث لك على مدار اليوم. لقد فهمت ثقافة الشعب المصري منذ اليوم الأول، وهذا يساعدني كثيرا لكي أكون مدرب أفضل. يجب أن أفهم ثقافة الشعب الذي أعيش بينه وأتعامل معه، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لي، وخصوصا أنني أعمل في النادي الأكثر شعبية في مصر. وبطبيعة الحال هذه مهمة صعبة للغاية. على الجميع أن يفهم ما هي الاستراتيجية وكيف نعمل وماذا سنعمل. هذه أمور مهمة للغاية لكي نستطيع أن نحقق الهدف النهائي. ولرسالتي للجماهير، يجب أن يتحلوا بالصبر، يجب أن يصبروا علينا، لأن هناك طموح كبير، هناك أهداف كثيرة نريد أن نحققها. ومعا يجب، وأكرر على كلمة معا، معا سنحقق كل شيء.
اعتقد ان التحدي الكبير الاول سيكون بطوله السوبر جلوب، يجب ان نحقق فيها نتيجه كبيره. هناك مدربون كثيرون في هذه البطوله سيستعدون كما سنستعد نحن، ولهذا يجب ان نعمل بشكل كبير ونستعد بشكل كبير. فيما يتعلق بكل شيء هناك مجهود كبير سنبذله يوما بعد يوم، ولكن الأهم بالنسبة لهم أن يؤمنوا في قدرة الفريق في الموسم القادم على أننا سننافس على جميع الألقاب، وعليهم أن يكونوا إلى جانبنا. جراتياس، شكرا جزيلا. أنت هو بيتكلم عربي واحنا بنتكلم اسباني. طبعا. شكرا جزيلا مستر ديفيد ديفيز، معلش سهرناك، وبشكرك على وجودك معانا النهارده. كان يوم احتفالي كده، ولكن إن شاء الله ننتظر لما تيجي بالسلامة ونستأذن من كابتن خالد ومن كابتن ياسر، وان انت تكون معانا ان شاء الله في حلقه على الهواء مباشره نتكلم بقى فيها على تفاصيل فنيه كثيره جدا جدا. اشكرك شكرا جزيلا مستر ديفيد ديفيز، المدير الفني لرجال النادي الاهلي في كره اليد.